قريب الكرة بتتحول الآن. داود الكرة الآن سريع علي مبخوت خطفها، علي مبخوت تقدم، علي مبخوت تروح، علي مبخوت صوب، يا رب الجزيرة يتقدم، الجزيرة يتقدم عن طريق من لا يعرف سوى التقدم. علي مبخوت ينطلق إلى الأمام، ينفرد بحارس المرمى، يخترق المرمى، يرسلها لتعلن البداية الجزراوية ولتعلن بأن الجزيرة ما زال مرشحا. شوف الارتداد، شوف السرعة، شوف الفورميلا، شوف الهفوة، شوف المهارة، شوف علي، شوف المبخوت، شوف الرقم 7، شوف القوة، شوف الثقة، شوف النهاية، شوف الجزيرة. الله يا علي، الله على مروره، الله على سرعته، الله على انطلاقته، الله على ثقته. ميركو يرتقي لكن الكرة بتتخلص من محمد، وصلت الآن، وصلت إلى علي بينية، يانسيني يلعيب، يا رب يا هدوءك يا برودك يا جنونك يا فنك يا امتاعك يا لانسيني يا فنان يا ليلي يا عيني يا لانسيني. الله على الرقم 10، الله على الأناقة، على الرشاقة، الله على الثقة، الله على الهدوء، على المتعة، على الهدف، على الجزراوية. شوف اللقطة الماضية، شوف الأرجنتيني لانسيني، شوف الكرة والسقوط، علي مبخوت مررها، راحت تخلصت، لكن من لانسيني كيف تتخلص؟ سحب 2 وأرسلها كما لو كانت ركلة جزاء. متعني يا 10، متعني يا لانسيني. شوف السحبة 2 وين راحوا، هو في انويفا بيلعب لك كرة عرضية وعالية راسية، من يقول 2-0، من يقول 2-0 دي سوزا، يقول 2-1، 2-1، والشباب يقلص الفارق ويعود مرة أخرى ويعيد آمالهم وحظوظهم بالعودة لهذا اللقاء. ما يصير الجزيرة إذا ما استقبل هدف، وما يصير الشباب إذا ما يسجل هدف. 2-1 صارت النتيجة يا علي خصيب. الكرة بالراس بعيدة، الكرة في القائم. شوط حلو، شوط متعة، شوط أهداف في 3 ولسه باقي. هنا الفرحة يعرف تماما كم الجميلة. كرة بتتحول إلى حيدروم، إلى إدجار، إلى كرة أصبحت شبابية جميلة باتجاه فيانويفا. حلهم في هذا الموسم، هدافهم حيدروم، هو اللي بداها وهو اللي أنهاها. والشباب يجرح ولا يهتم، الشباب يسجل ويتقدم من جديد. الجوارح يتمسكون بنقاط هذه المباراة ويبحثون عن الصدارة والتحليق في دورينا. الله على كرة كانت من حيدروم، دفاع جزيرة كان يحتج على إدجار على اعتبار بأن خذ الكرة بيدا، لكن فيانويفا عرضها إدجار حظا. حيدروم الكرة بيتغير اتجاهها ويعود الشباب للاتجاه الصحيح، للاتجاه الصحيح. شوف الكرة اصطدمت في مسلم فايز وغيرت اتجاهها. اوزا بيلعب الكرة الى ادكار، هتخذ في مكان، فيها تسليم، يا رب على الجوارح، يا رب على الشباب، هتخذ. ودي سوزا قال لخذ، قال لخذ الثالثة في مرماك، في مرماك. جماهير الشباب تحتفل ولاعبوه يلتقطون صورة تذكارية، سجلوا وتصدروا حتى الآن. شوف الهروب، شوف التمريرة، شوف الوانتوم، سجلوا الكريم، سجلوا الثريم، سجلوا الثالث. يا سلام على المتعة، على الإثارة، قلبوها عدلوها أي
شخصية، أي عودة، أي فريق، أي شجاعة، أي جوارح. هو ما هو عارف كيف يحتفل، أنت سجل وخلي الجمهور هو اللي يحتفل. يا سلام على الجوارح هنا اللي يشورهم هذا اللقاء. هل الكرة العرضية تنفذ والكرة في المرمى؟ ما انتهت ما انتهت، هكذا يقول الجزراوية. مبخوت من عنده نجم مثل مبخوت، هكذا يقول علي. لم تنتهي بعد، وأقوى هجوم ما زال في أرضية الملعب. ميركو عدلها، علي سجلها، الجزيرة 3، الشباب 3. إن أردت متابعة مباراة كرة القدم، علي استلمها، فيها مساحة، فيها فرصة، فيها هروب، فيها تمرير، فيها بترويبا، فيها عرضية، فيها راسية. مستحيل مستحيل، ما دام هناك دقائق أخيرة فهناك جزيرة. علي مبخوت نجم الخليج، هداف الخليج، بهاتريك خيالي، بهاتريك جنوني في الوقت القاتل. هو الهداف، هو القاتل اللي هداف على منتخبات، طبيعي يكون هداف على الأندية. من يضحك أخيرا يتصدر كثيرا يا جزراوي. هدف للصدارة اليوم، الله يا بترويبا، الله يا مبخوت، الله يا راسياتك. هو ما يسجل بالراس، لكن لما رفع راسه، لما رفع راسه، رفع الجزيرة راسه وسجل أجمل الأهداف. الله على الارتقاء، الله على الوقت الأخير. أوقات الجزيرة، أوقات الجنون. مبخوت